وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نتواصل مع حضراتكم مع تواصل هذه التحديات وهذه الأشواط المميزة هنا على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن فعاليات هذا المهرجان الكبير، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. نتواصل مع هذه التحديات وانطلاقة ثامن الأشواط الحامل في كشوفاته للقاية القعدان من مسافة 5 كيلومترات، مرحبة بشعارات أبناء القبائل المتوافدة هنا على أرضية ميدان الشحنية. مباشرة نسير إلى مقدمة الشوط، إلى الصدارة الأولى، إلى الانطلاقات المميزة وأول الباحثين عن الناموس، أول الباحثين عن السيارة، عن الفوز والانتصار. يتقدم هنالك وينطلق هذا الشعار المميز. الوصول هنا على المقدمة من داوي للسيد عبد الله بن مطر بن الصغير الشامسي، بينما المركز الثاني يتابع ثاني التحديات والانطلاقات الباتك، يتقدم بشعار محمد بن علي بن فهيد بن سعيد آل حنيتم، وصل شعار آل حنيتم على المركز الثاني. المركز الثالث مرعوب حمد بن هزاع بن محمد بن حمد المري، بينما المركز الرابع من يحمل الرقم 90 القادم هنالك والمتقدم الضاح سعيد بن محمد بن حمد بن مسعود، من وصل على مستوى المركز الرابع، بينما المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام ضحضاح لسيد عبد الله بن محمد بن سالم بن قناص العامري، وصل بن قناص بدأ يتقدم الآن على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى، للخمسة الشعارات المميزة التي بدأت بالانطلاق، بدأت بالتحدي، بدأت برحلة مميزة عنوانها البحث عن الناموس، البحث عن الفوز والانتصار. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول، إلى داودي على المركز الأول، عبد الله بن مطر بن الصغير الشامسي من يقدم لنا داودي على المركز الأول، داودي على مقدمة الشوط الباحث عن الناموس وعن الفوز والانتصار. المركز الثاني بدأ يتقدم مرعوب حمد بن هزاع بن محمد المري، من وصل مع انطلاق مرعوب على المركز الثاني، والمركز الثالث الوصول المميز مع الباتك محمد بن علي بن فهد بن سعيد آل حنيتم المري، وصل هنا على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع التقدم والانطلاق مع انطلاق ضحضاح عبد الله بن محمد بن سالم بن قناص العامري. المركز الخامس من الجانب الأيمن وصل شاهين محمد بن الرملي بن محمد بن مطر العامري، احد الشعارات المميزه، من اختطف رمزا مميزا في بدايه هذا المهرجان في سن الحقائق الابكار والانتاج الشخصي بالرملي، انتاج فاخر ومميز. ولكن نعود الى مقدمه الشوط، نعود الى الصداره، نعود الى التحديات الاولى. السياره لمن؟ الناموس لمن؟ الفوز والانتصار لمن؟ السيطره على المركز الاول، داودي عبد الله بن مطر بن الصغير الشامسي من يقدم لنا داودي على المركز الاول، داودي على الصدارة الاولى، على الانطلاق الاول، داودي في الانطلاق الاول والتحديات الاولى. مرعوب على المركز الثاني، وصل بشعار حمد بن هزاع بن محمد بن حمد المري، وصل شعار المري. المركز الثالث وصل لوسيل حمد بن محمد بن كردي المنخس المري، من يقدم لنا لوسيل القادم على المركز الثالث. المركز الرابع حامل رقم 120 مياس عبد الله بن الدودة بن سويد بن مبارك العامري، والمركز الخامس شعار بالرملي متواجد هنالك من الجانب الايمن، وايضا القادم ضحضاح عبد الله بن محمد بن سالم بن قناص العامري. ولكن نعود الى مقدمة الشوط، إلى التحديات الأولى، إلى الانطلاق الأول، إلى داودي عبد الله بن مطر بن الصغير الشامسي أبناء دولة الإمارات على المركز الأول. الله الله
التقدم والانطلاق مياس. علي بن محمد بن فهيد آل فهيد المري 600 متر الأخيرة والخطيرة، غير شعار الفهيد، انطلق على المركز الأول، انطلق بهذه التحديات مياس. علي بن محمد بن فهيد آل فهيد المري أبناء المملكة العربية السعودية على المركز الأول، الناموس والسيارة إلى المملكة إلى المنطقة الشرقية. آل فهيد خير من يمثلهم، 300 متر الأخيرة والخطيرة، سلام يا مالك مياس. علي بن محمد بن فهيد آل فهيد المري ينتزع الناموس وينتزع السيارة، سلام يا المري، سلام على هذا الفوز والانتصار. لحظات وصول مياس إلى خط النهاية، علي بن محمد بن فهيد آل فهيد المري، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وتابع الوصول مع ثاني التحديات، منصور سيد حمد بن سعيد بن صالح الغفران المري، المركز الثالث معاند حمد بن علي بن محمد الكريبي المري، والمركز الرابع كان الوصول مع مياس عبد الله بن الدودة بن سويد بن مبارك العامري، والمركز الخامس وصل على خامس التحديات داودي لسيد عبد الله بن مطر بن الصغير الشامسي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. التوقيت الزمني 7 دقائق 29 ثانية. بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس لصاحب المركز الأول كان مع مياس علي بن محمد بن فهيد الفهيد المري. المركز الثاني كان الوصول مع معاند حمد بن علي بن محمد الكريبي المري. التوقيت الزمني 7 دقائق لحظات الوصول 33 ثانية، 3 أجزاء من الثاني. والمركز الثالث صاحب المركز الثالث، تهاني والناموس لمالك مياس علي بن بطي بن عبيد بن حمد الغفلي من حصل على المركز الثالث. 7 دقائق 33 ثانية، 3 أجزاء من الثاني، تهانينا والناموس.